استاذ احمد، دعني استوضح منك بدايه ما هي اخر التطورات. هل سيكون هناك تقديم لمشروع القرار اليوم ام ان هناك حديث جدي حول التاجيل؟ اخي مهند، اسمح لي في البدايه ان اوضح بان هنالك فرقا زمنيا ما بين توقيتنا هنا في منطقه الشرق الاوسط وفي نيويورك. نحن نقترب الان من منتصف الليل وهناك توقيت الان منتصف النهار. ثانيا، المشاورات لا زالت جارية، وهذه المشاورات متواصلة مع كل المجموعات، سواء يعني المجموعة العربية، المجموعة الإسلامية، مع أوروبا. وبالتالي نحن حريصون على التواصل مع كل هذه المجموعات لضمان التأييد الدولي لمشروع القرار الفلسطيني العربي الذي أخذ بعين الاعتبار الأفكار الفرنسية. هذه هي الصيغة التي ستقدم اليوم وعند اللحظة باللحظة التي تنتهي بها هذه المشاورات. بأي لحظة؟ في هذه اللحظة التي يتم الانتهاء فيها من هذه المشاورات وضماننا الحصول على النتائج المطلوبة، فإننا سنتقدم بهذا المشروع إلى مجلس الأمن فورا. القيادة الفلسطينية أخذت القرار، وقبلها الدول العربية أخذت القرار مجتمعا، وبالتالي في عندنا إجماع فلسطيني من القيادة، في عندنا قرار عربي اتخذ في كل الاجتماعات التي شارك بها الرئيس أبو مازن ومجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وهذه المجموعة العربية خولت الأردن وفلسطين للتشاور، الأردن بصفتها طبعا الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن وفلسطين صاحبة الشان، للتشاور مع كل هذه المجموعات. وهذا حصل منذ شهر 9/26 أيلول الماضي، عندما ألقى الرئيس أبو مازن كلمته في الأمم المتحدة وأعلن عن بدء المشاورات لتقديم مشروع الطلب. ولغاية الآن المشاورات تتم مع كل المجموعات، وبالتالي نحن باللحظات الأخيرة وفي هذه اللحظة اللي احنا يعني بيكون مشروع الطلب جاهز لتقديمه بالورقة الزرقاء أي للتصويت عليه، سيقدم فورا. ونحن يعني حريصون على استمرار التواصل مع أوروبا على سبيل المثال. إذا ما كان هنالك تقارب في وجهات النظر لا تمس جوهر مشروع القرار، لا تمس يعني مبادئ مشروع القرار التي لها علاقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي التي احتلت في العام 67 وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وحل كافة القضايا النهائية، فلا مانع لدينا من التجاوب مع كل هذه الأطروحات والأفكار، ولكن هذا سيتم يعني بأسرع وقت ممكن. طيب، سأنتقل إلى ضيفنا من القدس الحنان ميلر، الكاتب والباحث السياسي. مساء الخير سيد ميلر، مرحبا بك معنا. ما رأيك، هناك يعني مشروعي قرار على ما يبدو يتم الحديث عنهما، بغض النظر عن المشروع الذي سيتم إقراره، ما سيكون موقف إسرائيل في حال صوت مجلس الأمن لصالح أحد هذه المشاريع؟ موقف إسرائيل دائما كان رافض لأي تصويت أحادي الجانب باعتبار إسرائيل. السؤال، ماذا هو الهدف من وراء هذا التصويت؟ إذا الهدف هو معاقبة إسرائيل أو إحراج الولايات المتحدة، بس ليس أحادي الجانب سيد ميلر، يعني هناك دول تبحث الآن في صيغ مختلفة، هناك اتحاد أوروبي، هناك أعضاء مجلس الأمن، يعني المسألة ليس متعلقة بالجانب الفلسطيني فقط. صحيح، إسرائيل دائما كانت تقول إنها تحبذ المسار التفاوضي، ولكن كان صعبا جدا في ظل حكومة يمينية في إسرائيل. السؤال الآن هو التوقيت، يعني إسرائيل قبل الانتخابات عامة في خلال 3 أشهر، والسؤال الآن ماذا الهدف، يعني كيف يساعد التصويت في الأمم المتحدة إلى تقديم مشروع الدولة الفلسطينية المستقبلية؟ هل يساعد في بدء يعني إعادة إنتاج عملية سياسية أو يعرقل هذه العملية؟ وخلينا نفرض أنه خلال 3 أشهر سينتخب رئيس يساري، رئيس حكومة يساري مثل هيرتزوغ في حزب الأمل للعمل، هل يساعد يعني التصويت في الأمم المتحدة اليوم مع الفيتو الأمريكي والإحباط الذي يرافق هذا الفيتو في الشرق الأوسط مع مساعي السلام حكومة مستقبلية في إسرائيل، أو قد يعرقل هذه المحاولات؟ شو رأيك أستاذ أحمد، هل هذا يعني أصلا وارد من وجهة النظر الفلسطينية، سواء يساعد أو يعرقل الحكومة القادمة في إسرائيل؟ لا تعنينا، هذا شأن إسرائيلي، ونحن نبحث عن تحقيق آمال وأهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ثانيا، نحن جربنا كل أشكال المفاوضات مع إسرائيل.
إسرائيل هدفت من هذه المفاوضات إلى تعميق الاحتلال، بينما كان هدفنا إنهاء الاحتلال. يعني حدا بتفاوض على إنهاء الاحتلال عن الأراضي التي احتلت في العام 67، بينما إسرائيل تقوم يوميا ببناء مستوطنات في هذه الأراضي، كيف يعني لهذا المنطق أن يتفق؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان توجهنا للأمم المتحدة، عنوان القانون الدولي ورمز الشرعية الدولية هو عمل أحادي الجانب، إذا كان حصولنا على دعم عربي ودعم إسلامي ودعم من دول عدم الانحياز وأمريكا اللاتينية وغالبية الدول الأوروبية تؤيد المطلب الفلسطيني، ولا يوجد أحد في العالم يقف إلى جانب إسرائيل سوى كم جزيرة معزولة نائية في هذا العالم، لا أعتقد أن أي إسرائيلي يحفظ اسمها. وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزل نفسها تكون إلى جانب إسرائيل، هذا عمل أحادي الجانب. فما اسم الاستيطان وجدار الضم والتوسع وتهويد مدينة القدس ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها وارتكاب الجرائم والمجازر التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية في قطاع غزة والحواجز والاعتقالات والاغتيالات، إيش اسمها؟ هل هذا عمل متفق عليه؟ طيب، هل هذه الأعمال نصت عليها اتفاقية أوسلو؟ هل هذه الأعمال نصت عليها القوانين الدولية؟ هل هذه الأعمال نصت عليها اتفاقيات جنيف اللي حددت العلاقة بين دولة الاحتلال والشعب القادر الاحتلال؟ وبالتالي كفى تسويف وكفى مماطلة، آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة. طيب، وكسر هذه المعادلة التي استخدمتها إسرائيل وتفوقت من خلالها بقوة البطش العسكرية والدعم الأمريكي من أجل أن تمرر بقائها كقوة احتلال. آن الأوان لأن يكون صراع احتلال، صراع إسرائيل اليوم ليس مع الشعب الفلسطيني بل مع المجتمع الدولي، وأن تكون معزولة وأن تواجه مصير جنوب إفريقيا دولة عنصرية آخر احتلال بالعالم. كيف نريد لنا فقط حرصا على الوقت إذا سمحت لي سأنتقل إلى السيد ميلر للرد على بعض هذه النقاط، وأود أن أسأل يعني هل اليوم السيد نتنياهو يشعر بقلق حقيقي إزاء التحركات الفلسطينية والتحركات العربية والتحركات الدولية فيما يتعلق بهذا القرار، أم أنه المسألة لا تعنيه سواء صوت مجلس الأمن أم لم يصوت على أي قرار؟ لا، أعتقد بكل تأكيد السيد نتنياهو قلقان يعني من الخطوات، خاصة في البرلمانات الأوروبية ومن العزلة الدولية التي إسرائيل موجودة فيها. ولكن المهم أنه يعني إنهاء الاحتلال لا يمكن أن يتم من خلال تصويت فقط في الأمم المتحدة. إنهاء الاحتلال لازم يتم عن طريق قناعة حكومية إسرائيلية وخطوات عملية، لا عن طريق شعارات. يعني إخلاء 100,000 مستوطن ومستوطنات يعني لازم يتم عن طريق قرارات حكومية صعبة، وهذه القرارات لم تتم من خلال التصويت في الأمم المتحدة، وإنما بمشاركة الولايات المتحدة، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ومعاقبة إسرائيل أو إحراج أمريكا كما يتم اليوم، كما شاهدنا في حديث الوزير كيري مع سعد رفات، يعني لا يساعد الهدف الفلسطيني، وبرأي الإسرائيلي أيضا وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الضفة الغربية. شو رأيك أستاذ أحمد؟ يعني كيف هذا ما يقول نتنياهو دائما، كيف سيساعد مثل هذا الموضوع على إقامة، يعني حتى على افتراض أن مجلس الأمن صوت لصالح القرار الفلسطيني العربي ولم تستخدم واشنطن حق النقد الفيدو، طيب في نهاية المطاف هناك خطوات عملية كما قال السيد ميلر، كيف ستجبر إسرائيل على القيام بهذه الخطوات التي تضمن في النهاية إقامة الدولة الفلسطينية؟ يعني إسرائيل لا تعيش في جزيرة أو لا تعيش لوحدها في هذا العالم. إسرائيل لديها علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية مع العالم، فإذا كان العالم أجمع يريد لهذا إلا من بعض الجزر التي ذكرتها، يريد لإسرائيل أن تنهي احتلالها، لأن العلاقة اللي بيننا وبينهم علاقة تعاقدية بناء على اتفاقية رعاها المجتمع الدولي، وإسرائيل أخلت بكل هذه الاتفاقيات وبالقانون الدولي. هل تستطيع إسرائيل أن تجابه العالم؟ وبالتالي إذا وصلنا لخطوات متدرجة وصلنا بها إلى عندما ننضم إلى محكمة الجنايات الدولية في مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل دولة وعاصمة وزقاق في هذا العالم، وعندما يفرض حصار أو عقوبات اقتصادية على إسرائيل وعسكرية، هل تستطيع إسرائيل أن تجابه العالم؟ هذا ما نعمل لأجله. ثانيا، إذا كانت هذه الخطوات كما قال ضيفك أو كما يقول نتنياهو لن تنهي الاحتلال الإسرائيلي، طب ليش قلقان نتنياهو؟ ما يقلقش السيد نتنياهو، إذا شرنا نشتغل زي ما بدنا،
هو يشتغل زي ما بده واحنا نشتغل زي ما بدنا. وبالاخر الشعب الفلسطيني سينتصر والحق الفلسطيني سننتزع انتزاعا، لن نبقى اسرى للمعادلة الإسرائيلية التي استغلتها لأكثر من 20 عاما من أجل فرض حقائق جديدة كل يوم على الأرض. كل يوم في بلدوزرات بتنهب الأرض الفلسطينية وبتهدم البيوت وبتقلع الشجر، وزعران وإرهابيين مستوطنين بيرتكبوا جرائم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. إلى متى؟ 20 سنة بكفي. وبالتالي نحن سنغير قواعد اللعبة حتى تكون إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي. وإذا هذا الكلام اللي بنعمله مش مهم ومش مؤثر، ليش هالهستيريا اللي مصاب فيها نتنياهو؟ ليش هالفزع اللي موجود في إسرائيل أو عند حلفاء إسرائيل؟ إحنا مش هدفنا نحرج الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تعلن صباح مساء بأنها مع حل الدولتين. كيف لها أن تقول بأنها مع حل الدولتين وتصوت ضد مشروع قرار يتبنى حل الدولتين؟ إذا هذا يفقد الولايات المتحدة مصداقيتها. طب وهذا يدل السيد ميلر لصالح الولايات المتحدة. عن قضية الهستيريا التي تحدثت عليها، هل بالفعل هناك شعور بالهستيريا لدى السيد نتنياهو وربما أعضاء حكومته إزاء هذه التحركات؟ لماذا يهرول السيد نتنياهو لإقناع جون كيري وزير خارجية الحليف الأساسي باستخدام الفيتو؟ الفيتو كانت يعني تاريخيا مسألة مضمونة بالنسبة لإسرائيل. هل الأمر مختلف هذه المرة سيد ميلر؟ نعم، هناك تدهور ملموس في علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل، وهذا ليس سر، ولكن ليس هستيريا وإنما قلق حقيقي من عزلة يعني كبيرة. ولكن كما قلت يعني سيد نتنياهو يمكن أن لا ينجح في الانتخابات القادمة، والشعارات التي تحدث فيها السيد عساف يعني جميلة لإرضاء ممكن الشعب الفلسطيني المحبط القلق من سداد الأفق السياسي، ولكن من أجل الخطوات إنهاء الاحتلال الحقيقي على الأرض وإخلاء كافة المستوطنين الموجودين في المستوطنات المعزولة، يعني هذا لا يكفي. هناك مشاركة يومية أمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تستمر بكل تأكيد، وهناك هدف مشترك وهو يعني عزلة حماس أو محاربة حماس في قطاع غزة. هذه كمان يعني هدف مشترك للسيد عباس وللسيد نتنياهو أو لأي حكومة إسرائيلية. والعالم يرى أيضا الانقسام الفلسطيني، ليس فقط التعنت الإسرائيلي، وأيضا الانقسام والاتجاهين المختلفين تماما في الأهداف الفلسطينية، من ناحية المسار السياسي أو الدولي في السلطة الفلسطينية، ومن ناحية المواجهة أو المقاومة المسلحة في قطاع غزة. في هذه الأجواء يعني لا يمكن أن يفرض العالم يعني خطوات خطيرة ما بالنسبة لإسرائيل، والعالم لن يتوحد وراء برنامج انقسامي كما هو موجود حاليا في الساحة الفلسطينية. شو رأيك أستاذ أحمد في الدقيقة المتبقية؟ هل هناك برنامج انقسامي فلسطيني والعالم لا يمكن أن يجمع عليه؟ هذه حجج واهية. يوجد حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني، ويوجد رئيس منتخب من قبل الشعب الفلسطيني وهو رئيس منظمة التحرير. وإذا يعني إسرائيل بتتضلع اليوم بالانقسام اللي هي مهدت له وسعت لإدامته، طب ما هو قبل كم سنة ما كانش في انقسام، ليش ما وصلنا لحل مع إسرائيل؟ المشكلة في إسرائيل. ثانيا اللي بنحكي فيه ليست شعارات. العالم اليوم يتحرك. إذا أنتم مش شايفين بإسرائيل في عندكم عمى ألوان. الاتحاد الأوروبي اليوم اجتمع البرلمان الأوروبي وصوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية. الدول الصهيونية المتعاقدة على اتفاقية جنيف طالبت إسرائيل باحترام تعهداتها واحترام القانون الدولي. لوكسمبورغ، عشرات الدول الأوروبية، 140 دولة بتعترف بدولة فلسطين. الأمم المتحدة الآن كلها تعمل من أجل صالح الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني. وبالتالي العالم كله يقف إلى جانبنا، وهذه الهستيريا الحقيقية الموجودة بإسرائيل لأنها تدرك مدى أهمية ما نقوم به ومدى خطورة ذلك على الاحتلال الإسرائيلي. وآخر شيء، أمام إسرائيل خيارين لا ثالث لهما: إما أن تجبر على إنهاء احتلالها على كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 67، أو أن تواجه مصير جنوب إفريقيا العنصري وتدفع ثمن بذلك. شكرا لك الأستاذ أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، كان معنا من رام الله. وشكرا لضيفنا من القدس الباحث السياسي الحنان ميلر.